محتاج يبقى عندكم نيهون كمان at the same time. Okay. 1.19 أول سؤال عم بيقلنا بده هذه الإكسبرشن. Okay. We have to create a DNFA for it. Okay. شو هي البروسيجر؟ شو هي الطريقة؟ شو لازم أعمل؟ Exactly. NFA بده إياه. Okay. So أول part هي شو؟ Okay. كيف بعملها؟ Like this. هذه zero لحالة. Okay. هذه ال one. Okay. Why not? Okay. Yes. So that's the initial state. Okay. هيدي بس لجيب الاور تاعيتهم guys. Okay. هلا ليصير ستار لازم نصير نحط a new initial state هي accepted. لورا. Okay. Is it fine? So هيدا هون بكون جبنا هيدا اول بارت من البروسيجر يس. اوكي هلا تتسهلوا على حالكم هن حقيقة بخلاف الكونستراكشن اللي كان عطينا اياها كان قايل لك تضل عندك just one initial state and one final state لتسهل على حالك فيك تقول انا رح امحي الاكسبتنج ستيت من هون وبقول هدول بيوصلوني بابسلون على النيو اكسبتنج ستيت وهي الاكسبتنج ستيت الوحيدة اللي بتوديني بابسلون لورا. اوكي Okay, is it fine? So, ليش طالب منكم تعملوا هيدي؟ هيدي والتانية equivalent على بعضهم. شفتوا نحن طبقنا التانية المرة الماضية. بس هيدي مشان هلا إذا بدي أرجع أعمله concatenation مع شيء تاني، okay؟ أو بدي أعمله OR مع شيء تاني بصير أهين علي بكثير 100%. So, by the way, like منيح اللي عم بشتغل على الـ OneNote لأنه it's much easier. في أعمل copy paste لكل هذا device مرة تانية. Copy, okay, paste somewhere. يا أهلا. Thank you. Okay. So, sir, هيدا الديفايس اللي من هون بتعرف على zero union one star. هيدا الديفايس اللي من هون بتعرف على zero union one star. مزبوط. وهلا فاضل تعرف هون على ديفايس اعمل ديفايس يتعرف لي على the three zeros. Okay. اللي هي هتصير كمان لك أنا شيل ال final state من هون من جوا. هذه هون بدي اخليها اكيد سوري يس يس سو هيدي بشيلها يس لانه بدها تصير هي دغري تنوصل بالانيشال ستيت تعيد ال 0 0 0 وتروح لهون بابسلون هون ابسلون هون ابسلون هون 0 0 بعد ناقصني وحده سوري بلا بتضلها لانه من بعد ال 3 zeros you can read بلا 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 star actually. Okay. Yes. قول لي. قول لي. كمان epsilons. Yes. Okay. كلهم اربعات. خلص طلع لنا في. Good luck. لا no. Actually, you don't need to verify it. لأنه هون في procedure that is very clear. Okay. بالموضوع. طبعاً أنتم كلكم بتعرفوا لتعرف على three consecutive zeros. لو بدك تطلع لها أنت دغري DFA كانت أهين بكثير مش هيك. So فعلياً هي بتطلع something like في كمان actually عمل NFA by the way شكله كالآتي في يقول له في يرى 0 or 1 قد ما بدك star مزبوط then 0 then 0 then 0 and then 0 or 1 as much as you want okay وهيدي accepted okay so
هيدي احيانا بكثير. طبعا هارت اللي بيجي بيقول لك بدي ان اف اي وذ ماكسيموم 5 ستيتس او 3 ستيتس او شيء. شايفين الاكسرسايز 1.7 اللي كان اوكي كان جابرك بعدد الستيتس لانه كان بده اياك تفكر فيه لايك ذس كانه لايك انه كانه بسيدو دي اف اي ان اف اي بس مش يوزينج ذا كونستراكشن يوزينج الانتويشن تاعيتك اوكي سو هون مش مطلوب منك تحط الاركس اللي هن مش لازمين لك اوكي مثل انه باي ريدنج 1 شو بيصير قول له باي ريدنج 1 ما بروح لمحل اوكي بتحط بس الاركس اللي بدك اياه هون شفتوا كلياتكم سوا لما بنحوله لدي اف اي بيصير انه في عندي انيشال ستيت هي 1 بعدين لما بقرا 0 بروح على ستيت جديده اسمها 1 اور 2 مزبوط سو لما بحول هذا الان اف اي لدي اف اي فمش حيطلع في عندي هالت ستيت هون اوكي هو سمبلي بيصير بيخبرني بيصفر لي كل ما بمشي شوي بالزيروز اذا رجعت اريد بالغلط بيرجع برجعني لورا قل لي تفضل اثنين مبلا مبلا بس نصير دائما الشيء الثقيل بيصير اذا كنت انا تارك الستيتس هون كان ساعتها مضطر هذول اللي هن شيل عنهم الفاينل ستيت واربطهم بابسلون على الانيشال ستيت الجديده واربطهم هن لورا اوكي سو اكيد 100% بس لما تعملهم بهي الطريقه لما تحط just one state instead of two final states احيانا انك ترجع توصله بالانبوت بالسنجل input state او initial state تاعت الاوتوميتن اللي من بعده اوكي فبصير التشيننج تاعهم احيانا بكثير اوكي يعني سوري قولي لي اذا بدك تلفظيها لهيدي اللانجوج او بدك تقوليها ان انجلش هي لانجوج كومبوزد اوت اوف ذا ووردز كونتينينج 3 زيروز مزبوط 3 كونسيكوتيف زيروز طبعا يس yes. ما فينا نستعمل هذا اللي تحت هيدا اتس ان ان اف اي اكيد بيتعرف على يعني اللي طلع انليس يو جارنتي انه يو هاف 3 زيروز ما بيمشي الحال وهيدا فينا احيانا بكثير نحاوله لدي اف اي تعال نحاوله سوا لنشوف نحن وصفاء انه هيدا على الاكيد بيتعرف على الكلمات اللي بقلبه يعني ما بيروح على الفاينل ستيت الا ما يتاكد انه قرا اتليست 3 زيروز بدك انجل اكيد لانه انت اكيد لانه هي بتقول بالاول في يكون شو ما بدك بالاخير في يكون شو ما بدك بس يو هاف تو جارنتي انه ذير ار 3 كونسيكوتيف زيروز سموير اوكي فهي المجموعه الكلمات اللي بقلبهم ذات كونتين ذا سب سترينج 000 اوكي هلا بس تحوليه بيطلع معك absolutely correct. اوكي فينا نحوله just for fun هيك على السريع. So initial state هي 1. اوكي. إذا بقرا 1 ببقى فيها. اوكي بس إذا بقرا 0 actually بروح على state جديدة هي بقلبها 1 or 2. اوكي. 1 or 2 إذا بقرا 1 بروح على ال 1. ملاحظين تصفر العداد عندي. اوكي. إذا بقرا 0 بقول أنا بروح على state جديدة هي 1 or 2 or 3 اوكي 1 2 3 اذا بقرا 1 كمان برجع لورا اوكي اذا بقرا 0 I progress one step further اوكي 1 2 3 4 اوكي and it is an accepting state من عندها اذا actually بقرا 0 or 1 actually اذا بقرا 0 حروح على هي بحد ذاتها اذا بقرا 1 هلا فيكم تكفوا بتلاقوا انه في عندكم كذا ستيت بس كلهم حيبوكلوا على بعضهم البعض وبالنهايه حيطلع انه almost like you can reduce them ليطلع معك بس هيدا الستيت وبشكل انه by reading 0 or 1 بضلني بارضي يس ما في خلص اذا مطلوب منك تحوله ل دي اف اي you have to make the procedure till the end لتفرجيني انت عن جد بتعرف تحوله I know مسائبة بس انت ما حتكون عارف الامتحان شو حيصير معك ابريوري اوكي سو بتعملها بالوان انها بتروح على مدري شو كذا لما يبين انه هون في لوب بيناتهم حتقول اي كود كومباين اول اوف ذم بقلب نفس الستيت اللي هون يس بس كلهم اكسبتد لانه كلهم بقلبهم فور اوكي فبالعكس هي هدول فيك تدمجهم مع بعضهم اكشلي اوكي تفضل ليك أربعة زيروز ثلاثة زيروز آه.
Yes. I see what you mean. Yeah, just like let me check it quickly. Barki. Yeah. Ah, so هذا اللي أنا غلطت فيه. Yeah. So وقت اللي عملته مثل ما عملت ال NFA. So منقص أنا هذا ال arrow. Okay. So معكم حق 100%. Okay. ال arrow التحتاني. So to wrap it. كمان بدل ما يكون هون عندي هيدي accepting state so you put it as a normal state وبتقول بأبسلون أنا في يروح لهون دغري okay and then the same thing actually هيدي كمان ما بتكون accepting state بس بتقول أنا في out of nowhere I can go to that state by epsilon هلا صار معك حق 100% so I can recognize non-deterministically 0 0 0 and then non-deterministically I jump to that state okay is it fine okay so مشان هيك عاملين هيدي الكونستراكشن مش بس مشان يوحد لك ال ال accepting state كمان to avoid when combining your NFAs مع بعضهم البعض انك توقع بمثل هذا البروبلم كان هلا وعنا فيه من شوي okay is it fine غيره So, question number two for you. I think it's like the same concept, Mishaik. Zero, zero, star, one, one. Okay? شو في you? بالأخير لكان. بالأخير, Adam. بعد ما تكون مجهز, الأوتوميتن بتعرف على zero, zero, star, بيرجع على وراء. Followed by one, one. Okay? تعمل الاوتوميتن تحت بارلل عليه وبتحط فيه 0 اور 1 اوكي بعدين الاوتوميتن النهائي بتعمل فيه ابسلنس روحه وراجعه وفاينل ستيت وحده اوكي سو ات شود بي اولموست ذا سيم كونسبت الامتي سات ستار شو وضعه بالحياه تنرجع نذكر هون الامتي سات شو اعطاكم اياها اكشلي الامتي سات جايز وقت اعطاك الكونستراكشن امتي سات شو بتعمل؟ ريكنايز نثينج اوكي اكزاكتلي هو المفروض يصير الفرق بس انه بتتعرف كمان لانه nothing zero or more times nothing zero times it's okay so خلينا نشوفك الكونستراكشن كيف حتصير عندك actually انت you will get this one okay اوكي وبدك تطبق عليها هيدا هي تعيت الامتي سات اذا بتطبق عليها نايفلي هيدي الكونستراكشن اللي هون اوكي سو ليتس دو ات اوكي لتصير اتعرف عليها ستار مفروض احط لها لايك ا نيو انيشال ستيت اوكي وصلها بابسلون لهون مظبوط The old accepting state, لوين لازم اخذون؟ طلع لو كان انت عندك already هذا هو الاوتوميتن هذا الانيشال وهذا الاكسبتنج شو بتعمل انت بتزيد النيو اكسبتنج ستيت وبتوصل فيها الاولد اكسبتنج ستيت اوكي هون مين هي بهذا الاوتوميتن الاكسبتنج ستيت تاعيتك هي اكسبتنج ستيت فما في accepting state لكن مش هتحط accepting state جديدة توصلها بأي شيء كان فبالتالي مش هيطلع عندك انت yes الامتي سات تتعرف عليها يعني تتعرف على ماشي zero or more times تتعرف على ماشي تتعرف على ماشي ولا مرة اوكي ليك اذا بدي اطبق علي انا عم طبق علي اسماعيل كونستراكشن العاديه اوكي شو المفروض انا اعمل لما يكون هذا شكله ليك حناخذها برنت سكرين ونطبقها هنيك حدنا لنشوف كيف البيفور اند ذا افتر اوكي سو لما يكون عندي هيك ديفايس هيك شكله شو المفروض يطلع شكله بعدين
المفروض يطلع هذا الشيء بتاعيته صح. So if you want, if you have to apply the same concept, the same construction على الاوتوماتن تاع الامتي سات. Okay, so هذا الاوتوماتن القديم تاعي مزبوط الامتي سات. اوكي عم حاول بدي اشوف انا بدي زد له كل ما يلزم ليصير شكله مثل مثل تحت. اوكي سو فعليا انت الانيشال امتي سات الانيشال انيشال ستيت الاوريجينال انيشال ستيت بحط لها انيشال ستيت جديده بربطها بابسن لحديت هون رواق. بس الاكسبتنج ستيت اللي هون اوكي بتصير نون اكسبتنج ستيت وبتزيد لها اكسبتنج ستيت جديده بتوصلها فيها بابسن. طب اوكي يعني فيك تقول بزيد ذا نيو اكسبتنج ستيت بس بدي اوصل للبريفيوس اكسبتنج ستيت عليها. ذير ار نو بريفيوس اكسبتنج ستيت اوكي فذير از نوثينج تو لينك هير. اوكي هلا فيك تقول لحالك الكونستراكشن بتقول لي شو لازم روح من البريفيوس اكسبتنج ستيت على هذا كمان مش موجوده. بس في عندك شغله من الانيشال من النيو انيشال ستيت لازم تروح على الاكسبتنج ستيت وذ شو وذ ابسيلون. بلا انت زدتها ما وصلت عليها شيء من الاوتوميتن القديم بس في بس مجبور توصل عليها الانيشال ستيت تاعيتك. الكونستراكشن هي بتقول لك تعمل هيك. By definition, حاخذهم it's just by definition guys. Like the formal languages, حاخذكم على definition of the L star. طلع. إذا كان أنا عندي the iteration of a certain language, okay, the clean star of a certain language, أعطيك كان كذا definition لألا. من ضمنهم هي the union of all the LKs for any K, where L0 هي it's equal to the empty set. Okay. L1 هي ال L بحد ذاتها. L2 هي L concatenated مع L and so on. فال empty set هي automaton تاعها هي ماشي. ال empty set concatenated مع ال empty set يعني ماشي وراها ماشي. So ماشي. Okay. بس فاضل عندك بس ال definition بال definition تاعت ال clean star اللي لقطها اسماعيل انه 0 or more times. Okay. To read whatever thing 0 times هي to read epsilon. اوكي والكونستراكشن لو بتطبقوها حرفيا مثل ما شفت بتاخذك على محل انه يو نيد تو اد. اوكي سو ما في شيء من هيدا موصول عليها ياس yes. لانه ما كان في فاينل ستيت قبل بس في فيري سمبل هيدا الابسيلون ارو لازم تزيده من النيو انيشال ستيت على النيو اكسبتنج ستيت. اوكي والانتربريتيشن تاعيتها انه ال ال ستار ال ستار هي ايكوال ل ابسيلون يونيون ال يونيون ال دوت ال union and so on and so on. Okay. كنت لازم بس كنت ناقص قلنا تقدر تقول لهم بثقة ليش بس كان هذا. Okay. Is it fine? We jump to question 21. Okay. Yeah. Yes. عفواً عن هيدا yes اليلو ما ربطها بشيء بعدين لأنه هي منا accepting state. okay هي ال initial state. لا بس دقيقة هو ال construction طلع على ميلة الشمال في عندك automaton كان في بقلبه some initial and some final تنقليهم الفاينل بتبطل الفاينل بتزيدي نيو انيشال ستيت. اوكي ترتيبيها بابسيلون على البريفيوس انيشال ستيت وي ديد ات. اوكي هلا البريفيوس اكسبتنج ستيت اللي هي مش موجوده اوكي لازم ترتيبيها تبطل اكسبتنج وترتيبيها لهم فاصلا مش موجوده. اي هاف تو اد ا نيو ستيت زدتها لازم اربطها فيها ما هي اصلا مش موجوده ما ربط شيء. اوكي لازم اربطها كمان بالبريفيوس انيشال ستيت اصلا مش موجوده فما ربط شيء بالبريفيوس انيشال ستيت. اوكي لازم هيدا القطبة المخفية لازم كنت اربط الـ new initial state بالـ new accepting state فـ I did it. okay uh,
question 1.21. Yes, نحولها ل regular expression. عم تدرس داتابيز هلا؟ اوكي. اه يا عشان هيك. سو شو اول ستيب بعملها جايز؟ دغري فتت فيها عتم انت. هيدي ما عليها علامات. هيدي ما عليها علامات. ايه لا ما عليها علامات ابدا. وخاصة انه حتطلع موست بروبابلي مش صحيحة. عرفت؟ قش لفة هيك مش حتزبط معك. يوز ذا A star وراها B كلها تساوى star, it's not the case. في كتير كلمات دكتور A star B مش عارف تحت parenthesis B A star B كلهم star something like that. something like that. هلا على السمع مش حيكون بس بعد في أشياء لأنه طلع عليك السؤال الجواب السريع اللي عطينا إياه على بالهوم ورك تاعه إنه لك إذا بقرأ A zero or more times وراها بقرأ B بيمشي الحال. أوكي؟ هذا شيء مزبوط بس actually حتى أنت وراها فيك ترجع كمان تقرأ A star وبيضلوا ماشي الحال. هيدول الكلمات اللي شكلهم هيك كمان مقبولين. أوكي؟ هلا وراهم أوكي؟ سو إذا كان في وراهم B eventually هون مفروض عندك kind of an or, okay, A star وراها B وراها A star, or, okay, A star وراها B وراها A star وراها B وراها A star وراها B, okay, and so on. So هدول بيجوا من ورا لما تفكفك للفورمولا. So بدك تحاول تعمل factorization لهذا الconcept, okay. هرجع عدلك. لما أنا أجي A star B هدول الكلمات اللي شكلهم هيك أكيد مقبولين لأن بيلاقوا path بس كمان الكلمات يعني or فيك تستعمل كلمة plus إذا بدك الكلمات اللي شكلهم A star ثم B ثم A star كمان مقبولين okay. إذا كان شكلهم A star ثم B ثم A star ثم B ثم A star ثم B كمان مقبولين okay. فهلا حتشوفها هدول بدك تعملهم factorization بدك تحاول تطلع فيهم شكل معين يا فيك تحاول تتنبأ فيه هيك يعني مثل ماثماتيكلي اذا بدك كفورمولا تقعد تلعب على الفاكتورايزيشن تعول السيمبلز دوت وستار وكذا وتشوف شو هو الفورم تاعهم يا بدك من دون ما تكسر راسك بهذا الموضوع لايك سمبلي يو كان اكشلي فولو ذا بروسيجر اللي نحن بالعاده بنطبقها اوكي سو اوكي فهون في بروسيجر اللي هي سميناها نحن ستيت اليمينيشن اوكي وبنمشي فيها مثل ما حتشوف هلا سو مين بيذكرني شو بنعمل نزيد النيو انيشال ستيت بوصلها بابسلون على البريفيوس على البريفيوس انيشال ستيتس لانه فيها تكون ان اف اي وتحوله لريجولر اكسبريشن ممكن يكون ان اف اي ممكن يكون عنده اكثر من انيشال ستيت ما في مشكله كنا بنوصل عليهم كلهم اوكي اند ذن هيدي البريفيوس اكسبتنج ستيت بنشيل عنا بتبطل اكسبتنج اوكي اوكي وبنحط لها هلا نيو اكسبتنج ستيت فاينل اوكي وبتكون هي the new final of accepting state. Okay? Is it fine? So منزيدون ومنقول لحالنا بدنا نعمل eliminations للstates one by one. Okay? هون I have only two states. فيكم تعطوني حل من اثنين. يعني هون الصف مثلا بامتحاناته مفروض يطلع معه جواب من اثنين. هيكونوا equivalent على بعضهم بشكل regular expression slightly مختلفة. Okay? حسب اللي بلش يشيل ال1 بالاول او اللي بلش يشيل ال2. Okay? That's it. شيل ال1 لعيونك. اوكي طيب الاي من نروح اكشلي حيفال حيضل في عندي التو بس والاف اوكي طيب من الاي على التو كان في شيء طريق مري عن طريق ال1 يس شو كان شكله هذا الطريق ابسيلون ابسيلون دوت اي ستار دوت بي اوكي فلكان الابسيلون دوت سمثينج ما إلى معنى ففي حد غري انا اي ستار دوت بي اوكي كان في شي طريق يمرق عن طريق ال1 دغري مباشر على الاف لا لانه فعليا ما في ولا اوت جوينج ارو رايح من ال1 على الاف دغري سو لكن اي هاف ناثينج تو دو مور اوكي هلا
من التو في شي طريق كان رايح من التو على التو قبل؟ يس كان في الاي. طب في شي طريق تاني كانت مرقة من التو على التو ثرو وان؟ يس. شو كانت هي؟ بي اوكي اي ستار وراها بي اوكي. فهون بصير بقول له كان في اقرا اي اور بي يس اور لانه من التو على التو كان في ايذر اي كود ريد اي اور. هلا فيك كمان بدل ما تكتبها هيك في تحط كما لانه هي ذاتها نفس المعنى اوكي. كان في اقرا اي اور اي كود ريد بي اي ستار بي وبقدر بوصل على التو اوكي. وما حدا يغلط جايز ويحط لها هون دغري ستار، اتس كومبليتلي رونج اوكي. الستار حتطلع لما نحولها لما نتخلص من الارك اوكي. الباث اللي كان بيمرق من التو على التو فيا 1 هو بي اي ستار بي اوكي اوكي. سو الاولى اني احطها هيك مشان لما بدي انقلهم يصير اهين علي. هلا من التو على الاف ما في غير طريق وحده ثرو ابسلون سو بخليها هيك. هلا اي هاف تو ريموف التو بيبقى عندي بس الاي والاف. يس سير يس هلا بعد شوي حتسي يس فروم 2 تو 2. انت كنت لما تروح من لتروح من التو على التو كنت اقرا اي ستار ولا كنت اقرا اي اكشلي لتروح؟ كانت الاي كفيله تاخذك هي كسمبل تقرا بياخذك من التو على التو اوكي. مزبوط دائما بس انه يس باي ريدينج نوثينج يو ريمين ان ذا سي هذا شيء طبيعي اوكي. بس يا مزبوط بس هذا الشيء منه كافي منه انكودد بريفلكسيف ارو مكتوب عليه اي منه كافي انه يكون ليكون انكودد اوكي. يعني انا فعليا هذا هو ذاته ليك يعني تركت الاي محله اذا بدك وحطيت ارو ثاني رايح من هون لهون وليبلد وذ اي ستار او سوري بي اي ستار بي اوكي. لما يكون عندك تو اروز رايحين من نفس المحل على نفس المحل كان فيك تدمجهم تحط بيناتهم فاصله اور بلس اوكي. مش موافق انت على هيدا انه هو هيك هو هيك بارضه؟ ليش لما بدك تضيف له هيدي المعلومه بدك تحولها لاي ستار اوكي؟ دونت يو اجري اوكي. سو هلا لما بدي احولهم دغري من الاي للاف حيصير معي اتفقنا بنسمي فينا نسمي كل هيدي هي الفا كل هالاكسبريشن اللي من هون هي بيتا وهيدي هي جاما حيطلع شكلها الفا ستار سوري الفا بيتا ستار جاما اوكي. كان حيكون شكلها اي ستار فولود باي بي فولود باي بي اي ستار بي اور اي كلها سوا ستار فولود باي ابسيلون اوكي. شايف؟ It's completely different thing. So بترجيكم تبعوا التكنيكس دائما follow the techniques لأن هن اللي graded. يعني ليك honestly إنه بعد 15 سنة خدمة في ثانوي ما بتجرأ إني أعملهم أشياء لفة دغري على الحارق عرفت؟ لأنه في أعملها بحاول أجرب بس بدي أرجع أجرب فيها إذا ظابطة منقص شيء مش منقص شيء أوكي؟ وشايفت الطريقة اللي بالعادة أنت بدك تقرأ الأروز بس تعطيك كذا أور كذا أور بتمشي هيك to the infinite فلتجيبها إني kind of a formula كتير صعبة you have to factorize it mathematically لما بتتبع هيدي البروسيدجر دغري بيطلع معك أنت يعني ممكن 1 out of 8 of 6 is عليه 6 او انه عرفت 1 انه ثبت بس طريق واحده بس كثير بعدك انه عرفت الواحد بعده كثير بعيد اوكي. يعني ثبت هاي البارت اللي من هون اكشلي بس كمان لا يعني اساس لانه ما بعدني عم اكد عليهم كل السنه وكل السنين اللي قبل دائما كنت اكد عليهم انه اتبعوا البروسيجر فاللي ما اللي عم ينتهك هيدي القاعده اللي هي الاساسيه بيني وبينه انه يا ربي تيجي في عينه لا منا هيك منا شطار انت عرفت حتى لو طالع معه الجواب اوت اوف نو وير حتخيله شايفه على ورقه رفيقه مش مفرجيني الستب باي ستب فمشان هيك ما حتى لو الجواب صح ماجيكلي هيك اوت اوف نو وير ما بيمشي الحال كيف عرفت اوكي. يعني مثل سيركت طويل عريض لازم ترسموه بيس على الانجلش ديسكريبشن الكتريك سيركت بدك ترسمه بدك تجيب كذا فورمولا تطبقهم بعدين بيطلع معك قديش الفولتج عليهم بيطلع فيه فواصل
إذا حتى لو كتبت لي الفواصل بالفولتج إنه طلع معك الرقم صح 100% حتكون ناله عن حدا، إنه كيف هيك out of nowhere خطر على بالك 2.35 مثلا؟ No way. عرفت؟ فهي كل علامة على ال procedure to construct the whole thing. إسماعيل عود عائل. أوكي. Part B. مش الحال بأول وهم؟ أوكي. طيب. يعني. بدكم تجربوا تحلوا بالصف ولا مثل هذيك المرات ولا حلين حاضرين حالكم؟ فوت فيه دغري. يلا. So. Yes, I'm gonna add a new initial state, okay, I. I'm gonna link it with epsilon. Yes, so هدول نتخيلوا مش موجودين بقى من final state. حنوصل this one with epsilon to f. وهيدي with epsilon to f, okay. The same thing could happen once again, guys. عم ذكركم لو كان عندي two different initial states, okay. كنا عملنا وصلتين من الاي بابسلون على ال previous states. Yeah. شيل one. شيل one. شوف راني معي. So بدنا نسأل حالنا في شي طريق رايحة من الاي على هيبقى معي فعليا ال three guys مش هيك؟ ال three هيبقى معي ال two هيبقى معي ال f صح؟ So فيكم دائما ترسموا ال states وتشوفوا شو بده يصير معكم بعدين. As you like. Yes. Okay. So, بسأل حالي في شي طريق كان through one رايح على the state number two من ال I. Yes. كان في طريق هي epsilon followed by a or b. لكن عندي هون a plus b. Okay. في شي طريق رايح على ال3؟ اكشلي لا، لانه ما في ولا اوت جوينج ارو رايح من ال1 على ال3، هذا الشيء غير موجود اكشلي، فمشان هيك وي دو ناثينج. اوكي ذاتس ات. ولا بعد في قبل من ال1 في داعي اسال حالي بعد اسئله؟ لا. برافو عليك. اوكي بتسال حالك في طريق من الاي؟ شايفين ليش كنت اسال حالي هدول الاسئله وكانوا يبينوا سخيفين انا عم بشرح المره الماضيه؟ لانه ما كانوا موجودين الاروز، بس هن شيء لازم تعمله انت سيستماتيكلي تما توقع بهدول. سو بتسال حالك في طريق كان يروح من الاي على الاف ثرو 1؟ يس. وهدول حقيقه بيزبط مع كل السيس الباقيين. سو يس كان في ابسلون وراها ابسلون كانت بتاخذني على الاف، هي الطريق كانت مرقه ثرو 1. سو لو نهارت بدي شيل ال1 بدي اعوضها لهذا الباث، بدي احط a new path رايحة من الاي directly to f. Okay. By the way بس هيك intuition ليش هذا الشيء مثلا كثير خطير ومهم؟ لانه هلا حتبقى معي الابسلون حشيل 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 السيس، حيبقى معي ارو كبير رايح من الاي للاف وارو ثاني مع الـ مع الـ مع الاف وذ ابسلون، حيطلع كانه اذا بدي احوله ل just one single arrow حيطلع شكله ابسلون بلس يعني or other things. واتفقنا انه ابسلون or something else completely different than ابسلون dot. ما في يشيل هون الابسلون، وبالفعل هي لانه الابسلون كان بالبريفيوس شو اسمه اوتوميتن كانت ريكوجنايز، لازم تبقى هيدي الانفورميشن، لازم بدنا نحس فيها. اوكي سو من ال2 على ال2 كان في طريق رايحه بالاي، انا هيدي شاطر فيها دغري بحط. اوكي ثرو 1 اكشلي ثرو 1 بلا كان في كان في بس وين بيمرقوا؟ بيمرقوا عن طريق ال3 مزبوط. So there is nothing to do on this thing. Okay? لأنه ما في شيء رايح دغري من التو على الوان وراجع على التو. Okay? كل شيء رايح باثز هني عن طريق الثري. So like I have nothing to do for this part currently. هلا من التو على الثري actually في عنا كانت B سابقا حتى مثل ما هي. Okay? ال A star concatenate مع B هذي بيبين معي بعدين ما بعده هذا الأرو موجود ما شلته. Okay? So I leave it as it. اوكي سوري لا يا جماعه لا ما بعده هو ريفلكسيف ارو ليبلد وذ اي بعده محله مش عم بعوضه لهيدا الريفلكسيف ارو حاليا مش عم تشيل التو انا نهار اللي بشيل التو انا وعم بقرا الباثز اللي مرقيني ثرو تو بصير بقراهم بلا 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 يعني الفا اي ستار جاما اذا كان بدي شيله لهيدا الارو بحد ذاته بس هون عم بنقله مثل ما هو بعده مثل ما هو ما بدي حملها للاوتوميتن اكثر من طاقته. اوكي for the same reason لانه ما كان في عندي شيء رايح من ال2 على ال1 وراجع I did nothing بالنسبه لهذا الريفلكسيف ارو ما زدت عليه شيء.
نت 2 على ال 3 ما في الا البي. الطرقات الثانيه ما في طريق رايحه على ال 1. سو فعليا فيك كمان خلاصتها تقول طالما ما في اروز رايحين من ال 2 على ال 1 ما في داعي اعذب حالي، مش حيتاثر الطريق بين ال 2 وال ستيتس الثانيه. اوكي فينا ما هي ال 2 فينا نقول اي ستار مع بي بتودينا لما تشيل ال 2 لما تشيل ال 2 اوكي لما تشيل ال 2 بس انه انا في اقرا اي اكثر من مره وضلني بال 2 هذه المعلومه بعدها موجوده از انكودد هير. انا في اقرا بي وروح على ال 3 بعدها موجوده هي المعلومه لاني ما محيت ال 2. كل الخطر هو بالاشل لما تمحي ال 1 شو بده يصير. اوكي هلا once again ما في داعي بقى تسال حالك كثير اسئله لانه من ال 2 على ال 1 اصلا ما في طريق. بس مثلا لو كان في من هون سهم رايح على ال 1 ب A اوكي لما تشيل ال1 لازم تقول له اه في طريق من ال2 على الفاينل ستيت هو ما كان في قبل بس هلا لما تشيل ال1 صار في اللي هي a concatenated مع epsilon. اوكي بس ما في اوت جوينج ارو رايح من ال2 على ال1 ما عم بتشيل ال1 سو لا خوف من ال2 ما في تشينجز الاوت جوينج اروز بيبقوا مثل ما هن and nothing new. هلا من ال3 اها من ال3 جايز كان في طريق تاخذني على let's say على ال2 سابقا مش هيك كانت ليبل شو ليبلد with b بس في طريق تاني كانت اوكي بتروح على 2 through 1 واللي هي شكلها شو A followed by A or B. اوكي هيدي الطريق بطلت هلا موجوده حتختفى فلازم اعوضها. اوكي بما انه ما في ريفلكسيف ارو على ال1 فما في شيء something star. اوكي هذا من الاكزامبلز كاونتر اكزامبلز ليش مش دائما في داعي ينبه عندك ستار اذا ما في ريفلكسيف اروز. فهلا لكن حصير اقول له B I can read B and go to 2 or I can read A followed by A or B and I can go to 2. Okay. نفس الخبرية في أولى عن ال 3 with the final state مزبوط لأنه previously من ال 3 كان في يروح with epsilon to the final state مزبوط بس كمان كان فيك يعني or 100% اوكي اوكي بس هون بدك تنتبه انه اول بارت بتحطها اور لانه في طريق بتاخذك بالابسلون على الحل اور يو كود ميك ات وذ اي فولود باي ابسلون. اوكي سو بيطلع معك اور اي فولود وذ باي ابسلون يعني اكشلي ابسلون بلس اي هيدي في شيء لا بس هيدي ما في اتخلص منها. اوكي مش الحال لهيدي البارت جايز Yes. اه بس التو محيتها شيء انت؟ مش عم تمحيها. So كل شيء going through two هلا مش حنجيب سي التو. Okay. So بس الاركس بنعوض الاركس اللي هن they go through one. Okay. وفعليا هون القصة هينة. ليك في بس سهمين فايتين بالتو، واحد جاي من قبل الاي، واحد جاي من قبل الثري، هدول هن الوحيدين اللي تأثروا. Okay. دائما هيك فيك تشوفها، وهي عم تمحيها فهدول باثز لازم تعوضهم، تشوف شو قصتهم بالحياة. كيف بتعوضهم؟ تسأل لوين كان ممكن تاخذك؟ شفنا هون مثلا كان فيها تاخذني على 2 كان فيها تاخذني على الفاينل ستيت من الاي 3 كمان كان فيها تاخذني على 2 بطريقه معينه وعلى الفاينل ستيت بطريقه معينه. اوكي فوالا مين بدكم نمحي هلا؟ اوكي سو من الاي حروح دغري على ال 3 اوكي اند ذن تو ذا فاينل ستيت something like that. هلا ليك فيك تقول كمان بركي ما عندك اياه هون هي فيك تنقل الستيتس بالاول بعدين تفكر شو في عندك. اوكي اريح للراس. يس بتسال حالك من الاي كان في شيء طريق تروح على ال3 through 2؟ يس اوكي سو كان يوجوالي في اقرا a plus b followed by وهون بتعوضوا الاي ستار يا جماعه. اوكي لو كنت حاططها اوريدي اي ستار حيطلع معك اي ستار ستار. اوكي فلما تطلع معك هيك شيء بالامتحان راجع حالك twice. اوكي مش طبيعي. So followed by A zero or more times, followed by B just once. كنت بقدر روح أنا actually لوين على ال three. Okay. طيب. كمان من ال I كان في روح أنا على final state. Okay. Using epsilon. في شيء تغير بهذا الحديث؟ لا لأنه ما كان في من ال two شيء رايح على final state directly خط نار. Okay. طيب. هلا من ال three. من ال 3 actually كان في طريق ما في طريق رايحه على الاي في طريق رايحه عند ال 3 actually بحد ذاتها
لأنه كان في يروح أنا by reading هالخبرية هالخبرية star هالخبرية اللي هون وبوصل على the three 220 okay so منسي منعوضها ب yes بس خلوني لا نسخل هي اللي هون yes بعد شوي وهيدي الابسلون اللي هون طلع لفوق هلا بصير معنا مجال أوب. فيكم تستعملوا هيك شحاويط طوال تصير تقدروا تسندوا عليهم وتكتبوا الفورمولا تاعيتكم اوكي سو هون اي كود ريتش ات باي ريدينج بي بلس اي اي بلس بي اوكي فولود باي اي ستار فولود باي بي اوكي اصلا انتم عم تكتبون فيك يعني فيك تفرجيني كيف انت عم تشتغل باي وضوح انت عم تشتغل اوكي دائما فولو ذا سيم values فيك تستعمل شحطات تحتون وتقلي هيدي شحطتين مثلا هيدي ثلاث شحطات اوكي فبصير ببين علي شو اللي جاي من فوق شو اوكي without any confusion اوكي شو اللي جا فينا نسميهم الفا بس انه فيك تستعمل كلمه الفا بيتا جاما بس تركها تليت لانه بعدين اذا من اول الطريق سميتهم الفا بيتا جاما بعدين الفا برايم بيتا انه كيف بدي الحقك انا فيهم كثير صعب علي اوكي فبليز انلس صارت يعني مثلا هلا هيدي يمكن محرزه بس خلص شو صارت اخر ستيب اوكي فيك تحول لي هلا هي الخبريه كلها تقول لي هيدي ليتس كول ات بيتا هيدي اللي هون ليتس كول ات الفا وهيدي اللي هون هلا حتطلع معنا ليتس كول ات جاما بصير هين عليك الخدمه اوكي اتس اكسبتد معلش ما عندي مشكله اصلا مجرد ما انت وصلت لهون ليك شو صرت عامل هالستاب فرجيتني انت فهمين القصه كلها عامل هيدي الستاب اللي هون روعه وعامل هيدي الستاب اصلا تالت وحده ما انا رابع وحده يمكن انا لو كتبها كلها مش حصلح ما بهم اوكي ببين معي انا الريزنينج تاعي اوكي يس يا اكيد اكيد ما انا مشان هيك بعدت عنها هيدي هي بدها براكت هيك اذا بدك او بارنتيزس اوكي اي توتالي اجري وات ايلس وهو معه حق لانه الكونكاتينيشن عنده بريسيدنس على البلس فحيطلع معناها للجمله غلط اذا واحد مش حاطط بارنتيزس انا عيني مفرجيني اياها صح فما حطيت لها بارنتيزس طيب الجاما بارت هيدي اللي بدنا نعملها من هون اكشلي هي عبارة عن بدك تسأل حالك من الـ 3 شو في طرقات بتاخذك على الهيدا على الاف عندك ابسلون اور اي ما في شيء يتغير شيء جديد لانه اكشلي ما في طريق رايحه من الـ 2 على الاف اوكي سو ذس از واي نو تشينجز اذا ام ريموفينج 2 سوري بس ما دوت ابسلون فيك تشيله لانه كونكاتينيتد وذ ابسلون اتس نوثينج اوكي بس ابسلون اور سمثينج ايلس بنخليها يس دفر هلا هيدي وي كان كول ات جاما اوكي وهون مش مضطر اعطيها دلتا او شيء لانه اتس جاست لايك ابسلون ففي يقول اكشلي من الانيشال ستيت تو ذا فاينل ستيت خط نار اي هاف ذس ريجولر اكسبريشن اللي هي ابسلون اور كل شيء موجود من الطريق الفوقانيه اوكي هيدي الطريق تحتها هيدي الطريق الفوق هون فوق عندك الفا سوري بيتا ستار ذان جاما اوكي replace الفا بيتا جاما by their values بيمشي الحال right. ففيك شايف don't abuse it اذا من اول طريق بدك تحط لي الفا بيتا جاما مثلا اول طريق ما الى ما مثلا اول طريق بعدهم اي بي سي اوكي فانه اذا تسمي لي الاي هي الفا والبي هي بيتا اوكي سو اتس سو ماتش بس باخر الطريق why not اذا بدك تمشي بسرعه is it fine do you agree good بس لو ما في عشرة بيناتنا كنت هلا سلختك ورق اوكي هات نروح لنا شيء شيء بروبلم هيك لذيذ كمان في اسئله لذيذين بعدين برجع بعطيكم هذا الشيء اسمه تحضروا منه exercises يس اللي قالت لنا عنه الا 1.18 give regular expressions generating the languages of the exercise 1.6 شو رايكم فكرتوا فيه فيك
وفيك تفكر فيهم كمان تشك، لانه هدول كلهم فيك تختصرهم انت. الريجولر اكسبريشنز بيطلعوا معنا باي ذا ستيت اليمينيشن ميثود. قلت لكم هدول ممكن اوقات يطلعوا كثير طوال حسب اي اوردر انتم بتشتغلوا الاليمينيشن. ف انت فيك اكشلي وانس اجين كان لايك باي انتويشن تقترح شيء شكل الريجولر اكسبريشن تاعيتك وتشيكها اذا منقص شيء انت فيها بالاخير. اوكي سو هون مثل ما كان عم يحاول يعمل على actually at a certain moment. يس عم نبلش باول وحده. يس اوكي سو ذا فيرست وان بدنا الاشياء اللي هن they begins with one and ends with a zero. اوكي بلا بلا بس بدنا نجيب لها regular expression. Okay. So 1.6. Okay. Part A. It begins with the 1. Plus من فوق ولا من تحت. Okay. Zero dot one يعني ولا zero. 0.1 هيك ولا شو 0.1 يعني 0.1 ولا 0 بلس 1 هيك انت عم تقول لي 0 بلس one plus 0 بلس 1 بلس 0 بلس طيب خلينا نحللهم واحدة واحدة. Counter example على الفوقانية. بس أول شيء لازم تحاول تساعدني شوي هذه هي 0 وراها 1 قد ما بدي. 0 وراها 1 قد ما بدي. لا أنا قصدي 0 و 1 كيف ما يكونوا؟ كيف ما يكونوا يكونوا كيف بكتب بلس دخيل دخيلك. أوكي. أرجوك. عم نسجل. So 0 or 1 star. أوكي. طيب still. هيدي شو وضعها بالحياة؟ هيدي مثلا ليك انا عندي 1 من بعدها 0 هيدي it is a legal word ما هيك it starts with 1 and ends with 0 هيدي الكلمة actually في ما عملها generation ب يعني actually حاعطيك العكس حاعطيك 1 على الحل 1 belongs to this language but plus okay okay yes بس شوي هي مضبوطة بس it's just a little bit exaggerated إذا بدك إنه مش مضطر عليا تكون ال plus لو نطلع إذا قلت لك 1 followed by 0 plus 1 star followed by 0 is it cool? okay بدي ألا ترجع تركز معنا تكون عم تفكر كمان بالموضوع السؤال هلا بدي أسأله هيدي اللانجوج اللي فوق LB okay language of Bilal and LA language of Ahmed. So مين برأيك شو العلاقة اللي في حتى بيناتهم equality أو inclusion أو مين included بقلب مين؟ Okay الفوق هي subset من اللي تحت. Okay هل هي actually subset or equal ما بنعرف. Okay بس ولا Okay so ما حد خففت الشرط like you relax the constraints. Okay ف اوكي سو هون حددت انه انت اكشلي بدك قصص معينه اوكي okay. سو so, مش كثير حتاثر مش كثير حتاثر تو ذا انفنت اثنينهم ذي اور اكشلي حيطلع معك ايكوال هي انه هيدي كمان سبست اور ايكوال من هيدي فحيطلع ذي اور ايكوال بس مش دائما بتزبط معي فبس كنت بدي الفت الانتباه انه دونت بوت تو ماتش كونسترينتس دونت ريلاكس ذا كونسترينتس اللي صار مثلا مع علاء بهذا الاكزامبل يو ريلاكس ذا كونسترينتس كان في كثير اشياء بعد تتعرف عليها ما ذكرتها بالجملة تاعيتك هون actually you are putting additional constraints okay
on it. اما التحتانيه فما بتخيل في داعي علق عليها. مزبوط؟ ما عارف مين اعطاني اياها. التحتانيه ما في. جوا اساس جوا. يس اوكي جود. وفي على فكره هلا في ناس بيشتغلوا كثير مثل بيعتبروها انا الجبرا كانه عندهم اريثماتيك هي خسب انه في هدول اوبريتورز. وفي عندك انه فيك عندك بروفز انه كيف تعمل كيف هاو يو ريديوس الفورمولاز واذا في ايكوفالنس بيناتهم اي ولا لا اتسترا. فيك تبرهن انه ذي ار ايكوال اي ولا لا. اوكي نحن مش حنفوت بهيدي الخبريه. انذر سيف واي هي اني حاول طلع يعني ارسم الاوتوميتون وحوله والى اخره. واي نوت بس ساعتها فرجيني كل الستبس. اوكي اذا انا قايل لك give me the regular expression for that corresponding to that language مش طالب منك تمرق عن طريق finite automaton. اوكي سو اذا مثل هذا السؤال مجبور تعطيني اياه هيك at once. اوكي وهون it should be like انه كثير understandable يعني ما يكون فيه هيدا. اوكي b contains at least three ones. Okay. One. برافو. هيدا الشيء اللي ممكن يغلطوا فيه. So في اللي ممكن يعطيني أي كلام هيدا حياخد زيرو. في اللي حيعطيني هيدا الفورمات حاعطيه جزء من العلامة. ماكسيموم النص تلت. اوكي وفي اللي حينتبه له انه حيقول ايه بس انا هون جبرت انه يكونوا الثري وانز يكونوا كونسيكوتيف بهالطريقه هيدي. اوكي سو لا ما حدا قال كونتينز ات ليست ثري وانز بس ما عارف اني وين موجودين. اوكي وما حدا جاب سيره قديش في زيروز قد ما بدك في يكون في زيروز. فهون اكشلي ذا رايت انسر هو هون في 0 بلس 1 ستار وهون في 0 بلس 1 ستار وبالاخير في 0 بلس 1 ستار. اوكي اي اجري بس ما بتعرف انه انا عم بقول في يكون شو ما بدك في جوا. اوكي وات ليست في 3 وانز بس انه اوكي في يكون انه في 0 ستار 0 واي نوت. اوكي سو في تخفف فيها اذا بدك بس هيدي كليرلي انه 0 ستار او 0 اور 1 ستار مش حتاثر على النيتشر تاعت اللانجوج. اوكي بس لما يكون هيك بذهنك انه في شو ما كان بعدين في 1 سموير بعدين في شو ما كان بعدين في 1 سموير بعدين شو ما كان وفي 1 سموير وشو ما كان بالاخير عم بتوضحي لي الباترن تاعي كيف مبنى. اي اجري لانه الوانز هن منهم الزيروز في يو كان بوت اونلي زيرو ستار واي نوت. اوكي في عندنا زيرو يا اي اجري بس هو في يكون في وانز زياده بعد اتس نوت ا بيج ديل اذا بتجربيهم كيف يعني 100% كمان في استايد عندهم بزيرو ستار نو بروبلم. اوكي الاقتراح تاع زميلتكم هي يكون هيك وهون في 0 اور 1 ستار. اوكي هون في 0 اور 1 ستار بس ستيل اتس نوت ا بيج ديل ات اول لانه بصير انت وات يو الوانز ذات يو ار سبوتينج هن وانيت هيك في يكونوا محل ما بدك اكشلي ان يو ار سبوت ذم. اوكي فهي ما في كونسنت على الستراكشرال بوزيشن تاعيتهم فعم تقولي انا ام سبوتينج ذيز وانز اللي هن موجودين هون. اوكي everything else عم بعتبره هو شيء براني. اوكي everything else عم بعتبره شيء براني ف it captures actually the same set of words. yes سوري هيدي لازم حتى هون يا اللي ممكن بس نحط هون هيك سو هات لنشوف انت عم تقترح علينا فيرجن 0 اوكي شايف اوكي تما نجبر ابدا نبلش ب 1 مثل ما بدها. اوكي اوكي از ات فاين هو مش عم بيقلك بقلبهم at least three ones وبيبلشوا بال one. بتصير كلمة مثلا هيدي إذا هلا بدي كفية مثل ما أنتم عم تتخيلوها هون بعدين في one في كذا في كذا كلمة مثل zero zero one 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 zero هيدي it does not belong to this regular expression بينما هي بقلبها at least three ones. okay فعم بلشي you are making restrictions. okay لتزيد flexibility حطي somewhere like zero or one star. okay إنه أي كفية تعرف على شو ما كان ورا 1 ورا شو ما كان ورا 1 ورا شو ما كان ورا 1
ولا شو ما كان هيك بضمن انه at least there are exactly three ones. Okay. So هيدي yes مش مقبولة هيدي اللي هون. Okay. طيب port C. 0101 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 اوكي مية بالمية على has length at least 3 and its third symbol is 0 okay 0 or 1 plus Ah, balastar, okay. Bravo, okay. So, مش plus, no, مش ضروري يكون plus, okay. بس مشان بأمن على الثلاثة symbols إذا بدكم. وراها zero. بعدين zero plus. هلا zero plus one star. Okay. هون في مشكل بس. ولا لا ما في مشكلة. Okay. ما في مشكلة. Okay. لا هيدا هيدا. Okay. هيدا it can be zero. So at least three and above. Okay. يعني greater than or equal to three. It's perfect. Okay. فعلياً تعرف شو اللي صار الميكانيزم اللي عم بيشتغل براسكم مفروض يكون إنه عم تشوفوا شو هني أصغر كلمات بيطبقوا هيدا المواصفات. أصغر كلمات هني like zero zero zero. Okay. Zero one zero. 100 110 مش هيك وبعدها هن زيتون بس شو من كان في من بعده اوكي تشك 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 زي انفلن اذا هدول هن الكلمات المطابقين بس انه هن زيتون لازم يرجع يتكرروا ف you are making sure انه it's either 0 or 1 either 0 or 1 or 0 and then whatever you want afterwards okay perfect starts with zero and has an odd length. Or, ليك هون الأور قديش هيني. Okay? لما يكون في عندك أورات وخبريات هون كتير هيني. الانترسكشن اللي ما إلها سيمبل. بس الأور بتحط very big regular expression plus another very big regular expression. خلصت الخبرية. Okay? بس الانترسكشن هي الصعبة. يعني مثلا مثل هيدي اللي فوق at least three and its third symbol is zero. فيو have to combine انت conditions تشوف syntactically شو بيعني هيدا الشيء. So usually the intersection, the regular expression, سائل صعب. Okay. Yes. So هذه سنة هون part number E. So zero. Okay. The odd length. كيف حليناها نحنا من زمان؟ يا زيرو يا وان يا زيرو يا وان شو اذا اجوا ورا بعضهم هدول شو بكون ضمنت انه it's a pair number اوكي okay? اذا اجوا زيرو تايم بيكون odd اذا اجوا وان تايم صارت شو اسمه بتضل odd مش هيك صاروا 3 اذا اجت 2 تايمز صار 4 and 1 صار 5 and so on and so اوكي سو حيكون هي 2 تايم يعني هي كانها هون حيطلع كل الوقت شكلهم 1 plus 2n Okay, for n greater than or equal to 0. Okay, 1 plus 0, 1. 1 plus 2, 3. 1 plus 4, 5. 1, okay, حيطلع معك كل الـ odd numbers. Okay, and then the same technique, you have to use it on the other side. Okay, plus, I think that أنا already حلو أنا وياكم بالصف عاملين comment وحلين هو زاد. Okay, or هون بدك تشوف كيف سألتها لهيدي أو بتبلش بال1 مش هيك عم بيقول لك it starts with 1 and has an even length إذا بلشت بال1 يا أما بدك تحط وراها 0 plus 1 لمرة واحدة فقط أوكي أوكي أو إذا بدك تحط لها يعني
يعني ويصيروا يتكرروا قد ما بدك، لان هيدي اذا بحط لها ستار فيها تتكرر بعد مره واحده بيصير رجع بيصيروا ثلاثه بيصير اود. اوكي فبدي يكون actually one وحدا actually مزبوط بدل ما احط لها البلس لانه عم برجع اضربها فيها مره ثانيه سو بضربها دغري من هون. اوكي بهيدي اللي هي طولها odd اللي هو 0 plus 1 كلها سوا ستار. اوكي 0 or more times. اذا ما اجت ولا مره بيطلع عندي two symbols 1 0 or 1 1. اذا اجت لي مره واحده فقط تك تك، اذا اجت مرتين بدلهم بلاك بصير 6 مثلا 2 4 6 8. يس يس انه بدي اجبرها بحرف برقم ثاني ليكون انه بعد ال1 يكون عندي. وبالفعل ايه انه يعني هيدي اقصر كلمه هي يا 1 0 يا 1 1. ايه لانه عم تقول it should start with 1، الابسلون doesn't start with 1. اوكي لو قال لك even length على الحلقه تقول له 0 plus 1 dot 0 plus 1 star لانه الابسلون هي كمان عندها even length. اوكي بس لما تيجي تكون الجمله عم تقول لك it start with 1 and it is of even length، دمجهم تنتهم مع بعضهم بينفي انه يكون الابسلون هو element منه، فطبيعي يصير هيك. اوكي وهيدي هي language كلها سوا بلا 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 or بلا بلا بلا. اوكي so هذا الكورس بس بده تأني دقية بالشغل. اوكي وتكون عارف كل سيمبل شو معناته وشو الامبليكيشن تاعيته، وفي كثير محلات يا جماعة هن اجمع واربح. اوكي يعني بروسيجر طبقه، حول لي ان اف اي لدي اف اي، اثنين دي اف اي اعمل لهم انترسكشن اند سو اون اند سو فورث. ححاول بركي للويك اند ححط لكم سامبل بريفيوس ميد ترم اكزامز نتحضروهم، فكمان رجاء بدل ما تجوا لهون واساسي يصير انه انا عم فرج عليكم لترجعوا تحلوهم، استعملوا وقتكم اللي بالبيت عندكم اياه اللي هو المفروض تستعملوه لتراجعوا تقدروا دغري نحلهم على السريع بالبيت بالصف. اوكي have to find the time.